نحن نشاهد أن أعداد الناس الذين يغادرون مدينة دنيبرو وربما يأتون من مناطق أبعد من مدينة دنيبرو يأتون الآن بكميات وبأعداد أكبر عما كان عليه الحال في الأيام الماضية بحثا عن الأمان وربما للتوجه إلى مناطق أخرى في أوكرانيا تحديدا إلى مدينة ليفيف غربا. إذن أعداد كبيرة من السكان الأوكرانيين هنا في دنيبرو، أعداد كبيرة غير مسبوقة عن الأيام الماضية. ربما أن الانفجار الذي حصل في مركز الدراسة في زابورجيا ومركز التدريب هناك فجر هذا اليوم هو ما يخيف هؤلاء السكان في دنيبرو وفي المنطقة كلها، ونرى بأن أعدادهم تزداد، أعداد النازحين عن هذه المدينة بازدياد مستمر. التعزيزات كبيرة هنا في مدينة دنيبرو وكذلك حركة النزوح كبيرة، لكن هنا في دنيبرو حركة النزوح أيضا مزدوجة، ذلك أن هنالك الكثير من السكان الأوكرانيين الذين يأتون أيضا من خاركيف حيث القصف الذي طال هذه المدينة في الأيام الماضية، هم يأتون هنا إلى مدينة دنيبرو كمحطة أولية، بعد ذلك يتوجهون إلى ليفيف، لكن واضح بأن الأعداد كبيرة وهي بتزايد مستمر.